وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الأطهار الصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا في شرح السنوسية الوسطى عند باب الدليل على وجوب قدمه جل وعز ووجوب بقائه، ثم يجب أن يكون محدث العالم قديما أو لا، أي لا أولية لوجوده، وإلا لافتقر إلى محدث ويلزم، يعني لو افتقر إلى محدث ويلزم التسلسل فيؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له أو الدور، يعني يلزم التسلسل أو يلزم الدور فيؤدي إلى تقدم الشيء على نفسه، وكلاهما مستحيل لا يعقل. قال في الشرح رضي الله تعالى عنه وعن مشايخنا لله تعالى أحياء أمواتا اللهم آمين. ولما فرغ من الكلام على وجوب وجوده جل وعلا وإقامة البرهان القاطع عليه، يعني على أن وجوده تعالى واجب، ما معنى وجود سبحانه وتعالى واجب؟ يعني هي كلمة وجود واجب، ما معناها؟ هيا مش خلوك معاك بس عشان ايه نتفاعل ونعرف نكمل. ايه معنى انه وجود سبحانه وتعالى واجب؟ ها؟ اي واحد يتكلم يعني فرض كفاية. ها؟ عدم وجوده مستحيل. ها؟ ايه معنى؟ ها؟ مش سامع. لا مش كده، وجود واجب يعني لا يتصور عدمه، خلاص هذا معنى كلمة واجب، يعني شيء لا يقبل العدم وليس وجوده جائز. يبقى الوجود أحد أمرين، إما جائز يعني ممكن يوجد وممكن لا يوجد، زي وجود العالم، فوجود العالم جائز ووجود الله تعالى واجب. معنى واجب يعني لا يتصور عدم، كلمة لا تحتاج لا إلى إعمال عقل ولا فكر ولا تعب ولا مشقة، إنما إلى استحضار إلى فهم. ولما فرغ من الكلام على وجوب وجوده جل وعلا وإقامة البرهان القاطع عليه، عليه يعني على أن وجوده تعالى واجب واحتياج العالم إليه، يعني العالم محتاج إلى الموجد إلى الصانع، لأنه لولاه سبحانه وتعالى ما وجد شيء، فإذا العالم محتاج إليه. ليه؟ لأن العالم وجوده جائز، يعني عدمه ووجوده سواء، فلا يترجح أحد الأمرين على الآخر إلا بمرجح. شرع في بيان الدليل القاطع على وجوب قدمه، يعني أن وصف الوجود له سبحانه وتعالى واجب، وكذلك وصف القدم والبقاء، فأتى هنا بدليل يشمل القدم والبقاء. وهي معنى القدم يعني لا أولية لوجوده، وهي معنى البقاء يعني لا آخرية لوجوده، واضح كده؟ ومعنى قديم يعني ليس لوجوده أولية، ومعنى باقي يعني ليس لوجوده آخرية، يعني لا بداية ولا نهاية. هذا هو معنى القدم والبقاء معا. شرع في بيان الدليل القاطع على وجوب قدمه وبقائه فقال باب، أي هذا باب في بيان إقامة الدليل القاطع على وجوب، أي ثبوت قدمه يعني الذات، لا
لأن القدم إما أن يكون قدم زماني أو قدم ذاتي. هي معنى القدم الزماني هو توالي الأزمنة على وجود الشيء، هذا قديم لكن قدمه زماني. أما القدم الذاتي هو معناه نفي الأولية عن وجوده، هذا هو القديم الذاتي. أما القديم الزماني اللي هو تتوالى عليه الأزمنة والأعوام والشهور والدهور، فإذا قلت هذا بناء قديم يعني مر عليه 100 سنة، 200، 500 سنة، 1000 سنة، أكثر 4000 سنة، فيقال هذا قديم. ما معنى هذا قديم؟ يعني قدم زمان. أما بالنسبة لله تعالى قدمه ذاتي، جل اتصف بالرفعة التي لا تماثل، وتنزه عما لا يليق به، وعز أي اتصف بصفة الجلال. وفي بيان إقامة الدليل القاطع على وجوب يعني ثبوت بقائه السرمدي، ثم يجب يعني وجوبا ذاتيا أن يكون محدث يعني خالق ومحدث وصانع وموجد ومخترع، كل هذه ألفاظ مترادفة، خالق محدث صانع موجد مبدع العالم بفتح اللام، كل موجود سوى الله. قديما يعني قدما واجبا، يعني ثم يجب أن يكون محدث العالم قديما. ولهذا لما قال يجب يبقى معنى هذا أن قدمه سبحانه وتعالى واجب وأيضا ذاتي. يلا شو. هذا شروع في القسم الثاني من الصفات عن السلبية، وهي كل صفة مدلولها عدم أمر لا يليق به سبحانه وتعالى. قسم علماء المذهب الأشعري الصفات إلى خمسة، إلى كم قسم؟ 4. الصفة النفسية وهي صفة الوجود، وخمس صفات سلبية وهي القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية، وصفات أخرى تسمى الوجودية أو صفات المعاني وهي 7، ثم 7 أخرى تسمى المعنوية. هذه 4 أقسام يعني مجموع الصفات كان 20 التي يجب على المكلف، التي هي واجبة على المكلف. هذا شروع في القسم الثاني من الصفات عن السلبية، وهي كل صفة مجروها عدم أمر لا يليق به سبحانه وتعالى، وليست جزئياته منحصرة على الصحيح. يعني يقول لك هي معنى الصفة السلبية يعني مدلولها عدم أمر، يعني هي ليست وجودية، هي معناها ننفي عن الله شيء، نسلب السلب عن النفي. وهذا الأمر الذي نسلبه أي ننفيه أمر لا يليق. يعني لما نقول القدم معناها هو سلب الحدوث، لما نقول البقاء معناها سلب لحوق العدم، عندما نقول القيام بالنفس سلب نفي الاحتياج إلى الغير، عندما نقول المخالفة للحوادث معناها سلب المماثلة، نقول الوحدانية يعني معناها نفي التعدد. ولهذا سميت الصفات السلبية سلبية، لماذا؟ لأن مدلولها عدم أمر معناها نفي سلب وليس إثبات شيء. واضح ولا مش واضح؟ يلا. وليست جزئياته منحصرة على الصحيح، هي معنى وليست جزئياته لما قال عدم أمر
عدم ده عدم أمر، هذا أمر كلي، والكل تحت كما درسنا في المنطق، ودينا فيه تقدم في الكتاب إن شاء الله، يعني تجاوزنا نصف مشكلة، يعني قريبا ننتهي من شرح السلم. عدم أمر، طب ما هو الأمر؟ بل جزئياته ليست منحصرة، يعني الأمور التي يجب نفيها وتنزيه الله تعالى عنها هي النقائص، والنقائص تشمل أي نقص، فهذا غير منحصر في عدد معين. وعد منها خمسة. طب إذا كانت غير منحصرة، سؤال مهم، كيف عدها في خمسة؟ فالجواب أن الحصر هنا حصر الجزء، ليس حصر الجزء وإنما حصر الكل، فالمنحصر في خمسة هو الكل، أما الجزئيات غير منحصرة. يعني مثلا الوحدانية معناها عدم التعدد، عدم التعدد يعني نفي الشريك، نفي الزوجة، نفي الولد، نفي الأم، نفي الخالة، نفي العم، نفي المعين، كل ده إيه داخل فيه؟ في نفي التعدد، فغير منحصر. إذن الحصر هنا من باب إيه؟ حصر الكليات وليس حصر الإيه؟ الجزئيات. وعد منها خمسة لأنها من أمهاتهم، وقدم منها القديم لابتناء ما بعده عليه، وقدم منها القدم يعني صفة القدم، لأنه ما عداها غير القدم مبني عليها، يعني الصفة الأولى اللي هي القدم هي الأساس، ثم بنى عليها البقاء، لأنه إذا لم يكن قديما لا يكون باقيا، وبنى القيام بالنفس عليها، وبنى أيضا المخالفة للحوادث، وبنى الوحدانية إلى آخره. واضح؟ واعلم أنه قد وقع التردد بين بعض المشايخ في جواز إطلاق لفظ القديم، فمنهم من ذهب إلى جوازه كالمصنف رحمه الله وغيره، نظرا إلى معناه لأنه واجب له عقلا. يعني لفظ القديم وقع التردد، هل يطلق على الله تعالى؟ يعني هل نسمي الله تعالى زي ما بنقول كده العزيز الحكيم المؤمن المهيمن السميع البصير، هل نقول عليه سبحانه وتعالى القديم؟ طبعا منهم يعني من أهل المذهب أو من أهل العلم ذهب إلى جوازه نظرا إلى معناه، لأن العقل يوجب صفة القدم فهي واجبة لله عقلا، وطالما هي واجبة عقلا يبقى لا يمتنع إطلاقها على الله تعالى. ومنهم من ذهب إلى المنع منه، يعني قال لا، صحيح معناه واجب، لكن المشكلة ليست في المعنى وإنما هي في اللفظ، فقالوا إنه معناه ورد في القرآن الكريم بلفظ الأول، فإن معنى الأول هو معنى القديم، لكن اللفظ اللفظ مختلف. إنما لو أنت فهمت معنى الأول في قوله تعالى هو الأول، ولهذا لما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، يبقى معنى كده الأول يعني لم يسبق بقبلية، ليس قبله شيء، والآخر يعني ليس بعده شيء، إذن فنفس المعنى، يبقى إذن أصبح لا خلاف فيه أن المعنى واجب، ولهذا قالوا إذا كان المعنى صحيح وواجب يبقى إيه المانع من إطلاق اللفظ؟ فقالوا إحنا لا نطلق على الله تعالى إلا ما ورد به نص، ليه؟ لأن أسماء الله تعالى
توقيفية، حتى ولو كان المعنى صحيح لكن لا نقوله. يعني مثلا هذه الهندسة العظيمة والإبداع والإتقان الذي في العالم ده معناه صحيح، الله تعالى هو الذي هندس، لكن لا نقول هو مهندس وهو الذي أتقن، فلا نقول متقن، مع أنه جاء في القرآن الذي أتقن. ولكن نلتزم بالوارد. فبعضهم قال والله أنتم بتقولوا لفظ القديم لا يجوز إطلاقه، تمام كده، لأنه لم يرد، مش لأن المعنى غير صحيح، المعنى صحيح بس هو غير غير وارد. فقال لك لا والله إطلاق لفظ القديم عليه غير ممتنع شرعا لثبوت ذلك بالإجماع، وفي دليل، يعني ليس شرطا أن يكون ورد لفظ في الكتاب، أو في دليل معتمد معتبر من الأدلة المجمع عليها اللي هو الإجماع. الإجماع دليل، فهو ثابت بالإجماع. يعني كل علماء الكلام يقول صفة القدم، أو يسمى تعالى قديم، أو يجب له القدم، فصار إجماع. وطبعا معروف أنه ما فيش إجماع إلا يستند إلى نص. فقالوا في السنة ورد هذا اللفظ، اللهم يا قديم الإحسان، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا قديم الإحسان. ورد في بعض الروايات، يقول في بعض الروايات اللي فيها أسماء الله ورد بدل لفظ الأول. ومتى ورد اسم في كتاب أو سنة ولو كانت خبر أحد جاز إطلاقه عليه تعالى اتفاقا، وإن أوهم نقصا، فإن لم يرد فإن أوهم امتنع، وإلا ففيه خلاف، أجازه المعتزلة وبعض أهل السنة، ومنعه الأكثرون وهو الصحيح، وقد ورد في السنة اللهم يا قديم الإحسان. يبقى المسألة هنا الخلاف في الخلاف في ليس في صفة القدم دي أو إجماع، إنما في اسمه، يعني لو سمناه بهذا الاسم، يعني كونه صفة موجود، الصفات السلبية أولها القدم، كون القديم وصف هذا إجماع، إنما الخلاف في كونه اسما، لأنه في فرق بين الاسم والصفة. فالممتنع أو الذي قال بعدم الجواز على أنك تجعله اسما، هذا ممنوع، إنما صفة غير ممنوع. فإحنا عندنا ثلاث شروط لازم تحفظوها، ثلاث شروط. أول شيء يجوز نطلق على الله تعالى اسم بثلاثة شروط. أول شرط أن تكون المادة وردت، المادة تكون وردت. يعني مثلا نجي في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل، فيجوز أن نقول أو نسمي الله تعالى المعز والمذل، مش كده؟ ليه؟ لأن المادة وردت، ونقول المحي والمميت. ليس بشرط أن يرد الاسم نفسه، إنما المادة التي اشتق منها الاسم، خلاص كده. يعني مثلا في القرآن يبسط، هل ورد في القرآن اسمه تعالى الباسط أو الرافع؟ لا، الرافع كده لم يرد، إنما وردت المادة يبسط، مش كده؟ إنما مثلا الرزاق ورد كده بلفظه. يبقى ليس بشرط أن يرد نفس الاسم، إنما المادة التي اشتق منها الاسم. يعني لم يذكر في القرآن المعز أو المذل، إنما ذكر يعز
وذل. يبقى أول شرط إيه؟ ما هو الشرط الأول؟ أن تكون المادة. الشرط الثاني ألا يوهم نقصا، يعني مجرد ورود المادة لا يكفي. في شرط ثاني ما هو؟ يعني ممكن مثلا ورد في كتاب الله تعالى يخادعون الله، يخادعون الله وهو خادعهم، فوردت إيه؟ يخادعون، وردت المادة. لكن لو سمينا الله تعالى المخادع أو المستهزئ أو الماكر مع أو القاتل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فهذا يوهم النقص، هذا ممنوع. فليس ورود المادة وحده يكفي، لابد أن ألا يوهم نقصا. إيه الشرط الثالث؟ أن يكون ذلك من قبيل الصفة لا من قبيل الاسم. يبقى إذن بالنسبة للقديم ورد ولا ما وردش؟ ورد. هل يوهم نقص؟ لا. هل هو اسم ولا صفة؟ صفة. يبقى كده ايه؟ انطبقت الشروط او لم تنطبق؟ انطبق. يبقى عندك ثلاث شروط، اذا تحققت يجوز ان تطلق اللفظ على الله تعالى، بس لا تجعله اسما وانما تجعله صفة. طب ايه الفرق؟ يعني انت مثلا لما تيجي تذكر ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول مثلا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لما لا تقول يا قديم يا قديم، لا، ليه؟ لأنه ده مش اسم، ده ايه؟ صفة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهمت؟ ايه الفرق بين الاسم والصفة؟ أقول لك والله الأسماء ممكن نحولها إلى صفات، كل الأسماء ممكن نخليها ايه؟ صفات. أما الصفات لا نحولها إلى أسماء. يعني هعطيكم سؤال مهم، من صفات المعاني صفة إيه؟ الكلام. مش كده الله تعالى له صفة اسمها الكلام، فهل نحول الصفة إلى اسم؟ هل نقول المتكلم على أنه اسم ولا على أنه صفة؟ على أنه إيه؟ على أنه صفة. خلاص، وقس على هذا. يلا شوف. واعلم أنه قد وقع التردد بين بعض المشايخ في جواز إطلاق لفظ القديم، فمنهم من ذهب إلى جوازه كالمصنف رحمه الله وغيره نظرا إلى معناه لأنه واجب له عقلا، ومنهم من يعني الذي ذهب إلى الجواز نظر إلى المعنى، والذي ذهب إلى المنع نظر إلى اللفظ. ومنهم من ذهب إلى المنع منه، وإنما يقال يجب له الطلب أو نحو هذا لأن أسماءه تعالى توقيفية، وهذا هو المختار عند أهل السنة، كما قال صاحب الجوهرة واختير أن أسماءه توقيفية، كذا صفات ذاته فاحفظ السمعية. لأن العلماء اتفقوا على أن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. يعني هذه قاعدة، أننا لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو جاء ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعلم أنه ليست أسماء الله محصورة في 99، أسماء الله تعالى حصروها العلماء اللي وردت في القرآن والسنة، وجدوا في القرآن كم؟ 150 اسم أو 160، في السنة 150، أو يعني يزيد 10 القرآن على السنة، على بعض كم؟ 150 و160.
تمام 310 اذا حذفنا المكرر هتبقى 220 الموجودة في الكتاب والسنة 220 اسم فكيف نقول انها محصورة في 99 ولذلك في حديث بين ان اسماء الله تعالى غير محصورة في عدد اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذن فأسماء الله تعالى غير محصورة في عدد ولكن هذا الذي جاء في الحديث هذا من الأسماء إن لله 99 اسما ليس معناه فقط لا غير وإنما هذه أسماء نتعلق بها يعني قسم العلماء قالوا في أسماء أسماء يسمونها تعود إلى صفات الجلال في أسماء جلالية جلال في أسماء جمال وفي أسماء كمال خلاص كده يبقى يعني أسماء الجمال دي للتخلق وأسماء الجلال للتعلق وأسماء الكمال للإيمان والتصديق بها وانعقد عليه الإجماع لأن القديم قد ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه معدولا في 99 اسما يبقى وانعقد عليه الإجماع والإجماع لا يمكن في إجماع إلا يستند إلى نص وذلك يقول لأن القديم قد ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه معدودا في 99 اسما يعني في خذ بالك الحديث اللي فيه أن لله تعالى 99 اسما له روايات مختلفة ففي رواية من الروايات ورد فيها الايه اسمه تعالى القديم يصبح هنا اسم الصفة لأنه ورد قاله المصنف عن العراقي في شرح جمع أصول السكي ثم فسر كونه تعالى قديما بقوله أي لا أولية أي لا افتتاح ولا ابتداء الآن استقر عندنا أنه القديم اسم ومن 99 في إحدى الروايات قال كده لا يوجد مانع ولو كان هناك مانع نجعله من باب الصفة ثم فسر كونه تعالى قديما بقوله أي لا أولية أي لا افتتاح ولا ابتداء لوجوده يعني هذا تفسير معنى أو اسمه تعالى القديم يعني لا أولية لا افتتاح ولا ابتداء لوجوده يعني الله تعالى موجود بصفة دائمة ليس لوجوده أول وليس لوجوده آخر بيان لمعنى القدم عندنا بمعنى أنه لا يكون قدمه تابعا لقدم غيره وهذا بخلاف القديم بالزمان على رأي الفلاسفة فإنه لا ابتداء لوجوده ولكن قدمه تابع لقدم موجبه على ما هو معروف عنهم في موضعه فالفلاسفة يقولون بأن العالم قديم يعني معناها لا ابتداء لوجوده ولكن قدمه تابع لقدم موجبه خلاص أو لقدم موجبه المفروض تكون يا شيخ محمد ولكن قدمه تابع لقدم موجده لا يقال هذا التفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله لا يشمل إلا القدم في حقه تعالى ولا يعود وذلك لأن عدمنا في الأزل قديم ولا يسبق عليه هذا التفسير
لأننا نقول عدمنا في الأزل إنما يقال فيه أزلي ولا يقال فيه قديم، لأن المصنف في شرح كبراه عند قوله فصل وإذا عرفت هذا أيها المقدم الناظر لنفسه إلى آخره، حيث فسر الألفاظ التي يعبر بها أهل الفن قال منها القديم يعنون به الموجود الذي لا أول لوجوده فاعرفه. يبقى إذن هذا التفسير لا يشمل إلا القدم في حقه تعالى، ولا يقال إنه حيشمل عدمنا في الأزل، فالقديم معناه الموجود الذي لا أول له. صحيح عدمنا لا أول له اللي هو العدم في الأزل، وإلا لكنا موجودين قبل هذا العدم ثم انقطع، وفي هذه الحالة لا يوصف العدم بالقدم وإنما يوصف بأنه أزلي، لأن هناك فرقا بين القديم والأزلي. القديم هو الموجود الذي لا أول له، أما الأزلي هو ما لا أول له سواء كان وجودا أو عدما. فيبقى عدمنا في الأزل يسمى أزلي ولا يسمى قديم، لأن كلمة أزلي أعم، فكل ما لا أول له وجودا كان أو عدما فهذا هو الأزلي، أما القديم هو الموجود الذي لا أول له. وكون القدم صفة سلبية هو الأصح، لأن السلب داخل في مفهومه. قال المصنف يعني البعض جعل كأنه يعني جعل القدم في البعض، قال هو صفة نفسية زي الوجود، والبعض جعل القدم من صفات المعاني، لكن الأصح أنه صفة سلبية لأن السلب داخل في مفهومه. قال المصنف في شرح الكبرى، المصنف والإمام السنوسي قال في شرح الكبرى وقد اختار هذا القول المحققون من المتأخرين، وقيل يعني هذا القول الذي أن القدم صفة نفس صفة سلبية هذا عليه أهل التحقيق، وقيل إنه صفة نفسية، وقيل صفة معنى. يعني عندنا كم قول في القدم؟ ثلاثة: صفة نفسية، كلمة نفسية معناها هي نفس الذات لأن الذات واجبة الوجود وهي قديمة، فالمعنى موجود، معنى غير يعني يعني هذا معنى صحيح أيضا، أو صفة معنى، لكن الأصح والذي عليه المحققون أنه صفة سلبية. ورد هذين القولين للمصنف، وأظن أنه لا يخفى على من قرأ ذات البراهين، ذات البراهين اللي هي اسمها أم البراهين اللي هي السنوسية الصغرى. واعلم أن القدم يطلق على معنيين، أحدهما ما توالت على وجوده الأزمنة. هذا هو اسمه إيه ده؟ القدم الزماني. يبقى القدم على معنيين، القدم الزماني والقدم الذاتي. أحدهما ما توالت على وجوده الأزمنة وكر عليه الجديدان الليل والنهار، ومنه قوله تعالى كالعرجون القديم. قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هنا في الآية دي القدم معناه إيه؟ القدم الزماني. طب ما حده أو أقله؟ قالوا سنة، لأن الدورة دي دورة القمر في كل سنة مرة. فالعرجون القديم ده عارف عراجين العرجون بتاع التمر أو النخل، يكون عرجون جديد لما يطلع كده، وبعدين لما تمر عليه سنة يكون يابس ثم يلتوي ينعرج، ما
أرجوني كده بالشكر بتاع النخل. فهذا إيه يسمى قديم بعد أن يمر عليه حول. وذلك أخذ من الفقهاء قال لو أن رجل عنده عبيد يعني عنده موالي مماليك وقال كل عبد قديم فهو حر فكل من مر عليه حول يعتق. لكن هذا اسمه إيه؟ القدم للزمان. وبهذا الاعتبار يقال أساس قديم أساس قديم وبناء قديم وهو بهذا المعنى على الله محال. يعني القدم الزماني على الله تعالى محال خلاص. ولكن قدمه تعالى ذاتي وليس إيه؟ وليس زماني لأنه الله تعالى لا يتقيد بمكان ولا بزمان لحدوث كل منهما فلا يتقيد بواحد منهما إلا من هو حادث. والثاني ما تقدم ذكره وهو ما لا أول لوجوده أي وجوده أزلي لم يسبقه عدم وهو بهذا المعنى هو الثابت له جل وعلا ولا يتصف به سواه. هذا هو المعنى المراد في حقه تعالى اللي هو إيه؟ ما لا أول لوجوده أي وجوده أزلي لم يسبقه عدم. والدليل على وجوده له جل وعلا أنه لو لم يكن قديما قدما واجبا ذاتيا أي لا أولية لوجوده وإلا بأن كان لوجوده أول لكان حادثا. تعالى الله عن ذلك إذ لا واسطة بين القدم والحدوث في حق كل موجود مهما انتفى أحدهما تعين الآخر. لكن كونه تعالى حادثا محال لكونه له أول. لكن كونه تعالى حادثا محال لكونه له أول اللي هو إيه؟ الحادث. وإذا كان له أول لافتقر أن يحتاج إلى محدث يعني فعل لما عرفت من وجوب افتقار كل حادث إلى محدث. ثم ننقل الكلام إلى محدثه فيجب أن يكون مثله فيفتقر إلى محدث ثم محدثه ومحدث محدثه وهلم جرا لانعقاد المماثلة بين الكل. يعني حيكون لكل واحد محدث ولكل محدث محدث وهكذا. فهذا يذهب بنا إلى التسلسل إلى أن محدثه له محدث ومحدث محدثه ومحدث محدثه وهكذا إلى لا أول. والتسلسل ترتيب أمور غير متناهية. يعني هنقول هذا له محدث ومحدثه له محدث ومحدث محدثه ومحدث محدث 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 محدثه دون أن نتوقف. هذا يسمى التسلسل وهو مستحيل عقلا. وقد ضربت لكم مثالا يعني سريع في الفهم نفهمه بسرعة جدا اللي هو يدل على استحالة التسلسل. التسلسل يعني حنرتب أمر على أمر على أمر على أمر إلى لا بداية. هذا محال في العقل. ومعناه إيه؟ ألا نوجد نحن الآن. يعني لو كان وجودنا مترتب على موجودات قبلنا لا أول لها لم نوجد. والدليل على ذلك مثال بسيط. يعني أقول لك خذ هذا الدرهم ثم أعلقه وأقول لا أعطيك هذا الدرهم إلا بشرط أن تكون أخذت قبله درهم. وكل درهم أعطيك لا بد أن يسبق بدرهم قبله. فيكون هذا الدرهم الذي ستأخذه الآن موقوفا على دراهم قبله غير متناهية. فهذا معناه أنك لا تأخذ الدرهم أبدا لأن كل درهم
متوقف على درهم قبله، والذي قبله متوقف على درهم قبله، والذي قبله متوقف على، وهكذا. فإذا التسلسل محال، وقد ظهر لك مسألة استحالة للتسلسل. يعني لو كان هذا العالم له محدث، يعني له موجب، ولو كان الموجب يعني الخالق له موجب، فيكون خالق الخالق له خالق، وخالق خالق الخالق له خالق، وهكذا دون أن نتوقف. هذا معناه إيه؟ معناه التسلسل، وهو يؤدي إلى المحال، يعني يؤدي إلى عدم وجود العالم. ليه؟ لأن العالم يكون متوقف على إيه؟ على محدثه، ومحدث محدثه متوقف على محدث، وهكذا وهكذا وهكذا، فلن يوجد. والمثال واضح، فهمتم المثال؟ المثال الدرهم، لما أقول لك أنا خذ درهم، خذ هذا الدرهم، بس كل درهم ده متوقف على قبله، واللي قبله متوقف على، واللي قبله متوقف، ولن تأخذه أبدا. لكن لو فرض هذا في المستقبل، هذا لا يحيله العقل. فلو قلت لك كل ما أعطيك درهم أعطيك درهم بعده، هذا يجوز في العقل، بس بشرط أن تكون الدراهم لا تنفذ، ويكون الذي يعطيك باقي دائم. وهذا يتصور في نعيم الجنة، فالله تعالى موجود لا يموت أبدا، والعطاء متجدد. يعني الله قادر على أنه ينشئ دراهم لا نهاية لها، أو نعيم لا نهاية له، فكلما يعطيك شيئا يعطيك بعده شيء. هذا متصور ولا مش متصور؟ إنما اللي في الماضي ده لا يتصوره العقل، ده محال. وفي مثال آخر لاستحالة التسلسل، أقول لك مثلا كل بيضة في العالم، البيضة هذه البيضة متوقفة على دجاجة، صح؟ وكل دجاجة متوقفة على بيضة. يبقى معنى كده إيه؟ أنه لن نصل إلى بيضة أولى ولا إلى دجاجة أولى أبدا إلا بإبطال التسلسل. واضح كده؟ واضح؟ هقول لك هذه البيضة من إيه؟ من دجاجة، والدجاجة من بيض. بمعنى إيه؟ ما هي الأول؟ ما هو الأول؟ البيضة ولا الدجاجة؟ يبقى كده هي الله خلق الدجاج، فلما أراد أن يتناسل تناسل عن طريق التبايض البيض. شفت كده؟ فمثلا إبليس كيف كانت له ذرية؟ لم تكن له زوجة، بعض كانت له بيضة وليس الزوجة، ثم إيه فقست أباليس. هكذا إيه تناسلت أو تكاثرت ذريته. ففي مخلوقات تتناسل عن طريق التوالد، مش كده؟ الملائكة يتكاثرون، لكن لا عن طريق التوالد، ليس بينهم إيه تناكح ولا ذرية، ولكنهم يتكاثرون من التسبيح. وكل ما ملك يسبح يخلق الله من تسبيحاته ملكا آخر، وهكذا. يبقى عرفتم استحالة التسلسل، والدور استحالته جلية، يعني واضحة. لأنه مثلا أنا وجودي متوقف على وجود الشيخ محمد، ويدور. إيه معنى يدور؟ يعني يرجع، هو يتوقف عليه كما أنا أتوقف عليه، فيكون وجود أحدنا متوقف على الآخر، هذا يسمى الدور، وهو باطل وبطلانه واضح. لأن الدور يؤدي إلى جمع النقيضين، تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها، إما بمرتبة أو بمراتب. يعني عشان أنا أكون أوجدت الشيخ محمد، أنا أكون متقدم عليه، عشان أنا إيه الموجد له،
وأنا أيضا متأخر لأن أنا متوقف عليه وهو متوقف عليه، فأكون متقدما ومتأخرا، فأكون سابقا ومسبوقا، مفهوم؟ وهذا إيه؟ تناقض وظاهر وواضح البطلان. يلا شو. ويلزم من ذلك التسلسل وهو ترتيب أمور غير متناهية وهو مستحيل بما عرفت من استحالة حوادث لا أول لها. يعني التسلسل معناه نرتب أمور غير متناهية، يعني ليس لها أول. أما لو كان لها أول مهما رتبت لا يسمى تسلسل، طالما لها بداية يعني في سلسلة مهما كانت طويلة، ولو كانت هذه السلسلة من مصر إلى مثلا أفغانستان، طالما لها نهاية عند أفغانستان انتهت انقطعت يبقى ما فيش تسلسل. إيه معنى التسلسل؟ ترتيب أمور غير متناهية، لأنه لو كان الأمور غير متناهية ما معنى هذا؟ أي معناه؟ لو كانت الأمور مرتبة غير متناهية بمعناه لا يوجد خالق أو لا يوجد صانع للعالم، فلا يمكن إثبات الصانع إلا إذا أبطلت الدور والتسلسل. يعني ما دامت الأمور كذا غير متناهية يبقى كذا ما فيش بداية للعالم، يبقى ما فيش إيه موجد، لأنه لكي يكون العالم له بداية يبقى له موجد، وطالما أثبتنا صانع يبقى معناها كذا ما فيش تسلسل. الله تعالى بدأ الخلق، يبقى السلسلة لها بداية، وكما أن السلسلة لها بداية لا بد أن تتناهى، فكل شيء له بداية لازم يكون له نهاية عقلا. طالما أثبتت البداية لازم تثبت النهاية، وإذا نفيت البداية لازم تنفي النهاية. ولذلك قالوا العقل يجيب كم قسم؟ يجيب أربع أقسام. يقول لك مثلا في موجود لا بداية ولا نهاية، وفي موجود له بداية وله نهاية، وفي موجود له بداية وليس له نهاية، وفي موجود ليس له بداية وله إيه نهاية. فكان كده الأقسام أربعة، يستحيل منها كان اثنان، يعني يستحيل كده يعني بداية ونهاية ده العالم، لا بداية ولا نهاية ده الله تعالى ذاته وصفاته، إنما في بداية ملوش نهاية ده ممكن، بس ده مش عقلا شرعا، بس لأن العقل طالما في بداية في نهاية. بس الله تعالى زي نعيم الجنة له بداية لكن لا يتناهى خالدين فيها أبدا. أما القسم الرابع اللي هو عكسه ده ما يجيش في العقل، اللي هو ملهوش بداية ليس له بداية كيف يكون له نهاية، هذا لا يتأتى في العقل. هل يمكن نجيبه؟ مش ممكن. هات كده مثال له. ها؟ عدمنا أزلي هذا لا بداية له ولا لا غلط، هذا مثال خطأ شنيع. فعدمنا الأزلي لا بداية له ولا نهاية له، أزلي. أما الذي له بداية وله نهاية هو عدمنا فيما لا يزال له بداية وله نهاية. صح له شيخ الإسلام لكن صح له ليس معصوما. إذا كان أزلي، كلمة أزلي دي يعني معناها إيه؟ ما معنى الأزلي؟ لا أول له ولا آخر له، وإلا كيف تصفه بالأزلية؟ يلا شو. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى بعض براهين استحالتها، وهو لزوم الجمع بين الفراغ وعدم النهاية، وذلك تناقض. يعني هنا بيقول إيه؟ ويلزم من ذلك التسلسل، وهو ترتيب أمور غير متناهية، وهو مستحيل، مفهوم؟ عرفت مستحالته؟ إذا نسيت افتكر موضوع الدرهم.
لما عرفت من استحالة حوادث لا أول لها، يعني كل حادث له أول، فيستحيل أن يكون هناك حوادث لا أول لها. وقد أشار المصنف رحمه الله هنا إلى بعض براهين استحالتها. استحالة إيه؟ الضمير يرجع إلى إيه؟ لا، حوادث لا أول لها، وهو لزوم الجمع بين الفراغ وعدم النهاية. يعني هذا محال أن تجمع بين الفراغ، الفراغ يعني يعني النهاية. يقول لك هذا فراغ، يعني شوف كده إيه؟ أصبح بص كده الكوبا في ماء. كده إيه؟ فراغ. ثم أقول لك الماء لا، كيف يمكن أن يفرغ الكوب والماء لا يتناهى؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ فالفراغ معناه النهاية. فإذا قلت فرغ يبقى معناه إيه؟ انتهى. فإذا قلت لك فرغ ولم يتناهى، أو كأني قلت لك تناهى ما لا يتناهى، هذا محال. كيف يجمع بينهما؟ يبقى إذن لا يتناهى إلا ما يتناهى اللي هو المتناهي، أما ما لا يتناهى لا يتناهى. وهو لزوم الجمع بين الفراغ وعدم النهاية، وذلك تناقض لا يعقل. لماذا هو تناقض؟ لأنه كأنه قلت نهاية وليس نهاية، أو نهاية لا نهاية، هذا هو التناقض. إذ فراغ العدد، فراغ العدد زي ما قلت لك فراغ الماء يستلزم انتهاء طرفيه، وعدم النهاية نقيض الفراغ، لأن الفراغ معناه إيه؟ النهاية. فلا يجتمعان بوجه من الوجوه، وهذا معنى قولي فيؤدي، يعني التسلسل إلى فراغ، يعني تمام وانقضاء ما لا نهاية له كما تقدم. كيف يكون له نهاية وهو لا يتناهى؟ ولما فرغ من التسلسل شرع في ذكر الدور، وهو توقف الشيء على نفسه بمرتبة أو مراتب. يعني ممكن الشيء يتوقف على نفسه مباشرة كده، وفي شيء يتوقف على نفسه بدرجة أو بدرجات. أديك مثال، لما أقوله ألف متوقفة على ألف، يبقى معنى كده ألف متوقفة على إيه؟ على نفسه. أو أقول لك العالم متوقف على العالم، يبقى متوقف على إيه؟ على نفسه. أو أقول زيد متوقف على زيد، يعني متوقف على نفسه. طب إذا قلت لك ألف متوقفة على باء، وباء متوقفة على ألف، يبقى كده إيه؟ توقفت باء على ألف وألف على باء. طب يبقى كده مش على نفسه، يعني أنا متوقف على الشيخ محمد، الشيخ محمد متوقف عليه. يبقى كل واحد فينا متوقف على الآخر، وفي الوقت نفسه متوقف على نفسه، بس الشيخ محمد متوقف على نفسه بواسطتي، وأنا متوقف على نفسي بواسطته. فتكون ألف متوقفة على باء، وباء متوقفة على ألف، يعني ألف متوقفة على ألف بواسطة الباء، والباء متوقفة على الباء بواسطة الألف. هذا اسمه إيه؟ بمرتبة. ممكن نخليه بخمسين، بألف، بمليون، زي ما تعود. نقول كده ألف متوقفة على باء، وباء على تاء، وتاء على ثاء، وثاء على جيم، وجيم على دال، ودال على ذال، وذال على زاي، والزاي على الراء، والراء على السين، والسين على الشين، والشين على الصاد، والضاد والضاء، والصاد على الضاد، والضاد على الطاء، والضاء على الضاء،
والضاء على ايه؟ على الغين، على العين، والعين على الغين، والغين على الفاء، والفاء على القاف، والقاف على الكاف، طب والكاف على اللام، واللام على الميم، والميم على النون، والنون على الهاء، والهاء على الواو، والواو على الياء، والياء على الألف. كله ده دور، بس هي بمراتب. طالما رجعنا للأول يبقى اسمه دور. ولو حطيت مليون شيء، إذا يعني مثلا لو قلنا ألف على باء وباء وهكذا ومشينا على طول والحروف لم تنتهي يبقى ده تسلسل. أما إذا رجعت إلى الأول يسمى دور. ولو وضعت ملايين الوسائل إذا لم ترجع إلى ما بدأت منه يبقى تسلسل، وإذا رجعت يسمى دور. ايه الفرق بين الدور والتسلسل؟ أن التسلسل مش هتمشي على طول. يبقى ايه؟ كل دور تسلسل في المعنى، وليس كل تسلسل دورا. يبقى أي دور تبقى فيه تسلسل، إنما مش يبقى التسلسل تمشي كده على طول ما توقفش. ولذلك لماذا سمي دور؟ إيه؟ شوف كلمة دور، يعني عارف زي يقول لك إيه؟ يلف وإيه؟ ويدور. دار يعني إيه معنى دار؟ يعني رجع، قاعد لف راح. شوف كده مثلا أنا مثلا إيه؟ في القاهرة في مصر قعدت ألف وأدور، إيه معنى دور؟ رحت مثلا خرجت من مصر رحت السعودية، خرجت من السعودية رحت اليمن، خرجت من اليمن رحت السودان، خرجت من السودان رحت الصومال، من الصومال رحت مثلا كينيا، من كينيا رحت جنوب أفريقيا، من جنوب أفريقيا رحت شرق آسيا، من شرق آسيا رحت غرب آسيا، من غرب آسيا رحت جنوب آسيا، وقعدت ألف ألف في الآخر رجعت إلى إيه؟ مقصد دور. إنما لو أنا قعدت أمشي كده ولم أرجع أبدا هذا يسمى إيه؟ تسلسل. يبقى الآن وضحت لكم، محدش يسأل تاني في الدور التسلسل، لكم حفظتوها وفهمتوها. لو ما فهمتش يبقى روح لف ودور تاني. يلا. ولما فرغ من التسلسل شرع في ذكر الدور وهو توقف الشيء على نفسه بمرتبة أو مراتب. شوف كلمة مرتبة يعني يا إما مرتبة واحدة إما مراتب. ويلزم فقال أو يلزم الدور مرفوعا بالعطف على التسلسل أو للتنويع إن كان محدث الأول والذي كان محدثا له وهكذا إلى أن ينتهي العدد في أمر متناهي. يبقى إذا كان هو الأول وشوف العدد تناهى يعني به متناهي بس رجع للأول يبقى دور. ذاك الدور أسهل لأنه يرجع بسرعة. يبقى ده الدور وهكذا إلى أن ينتهي العدد فيه فيؤدي إلى يعني الدور إلى تقدم الشيء يعني سبقه على نفسه وتأخره عنها بمرتبتين في اثنين أو بمراتب في أكثر من ذلك. يعني لما يكونوا حاجتين يعني محمد على أحمد وأحمد كده هنا في مرتبتين إذا كانوا اثنين ومراتب في أكثر من ذلك وكلاهما يعني التسلسل والدور مستحيل ممتنع لا يعقل يعني لا يتصور في العقل وجود كل واحد منهما بوجه من الوجود يعني مش ممكن يعني يتحقق الدور والتسلسل أبدا يعني ده مستحيل وجوده وده مستحيل وجوده. فائدة كثيرا ما يستعمل المتكلمون كلمة هلم جرة يقول كده إيه وهلم قال عياض في المشارق والقاضي عياض بيقول إيه مشارق الأنوار وقال ابن الأنباري في معنى هلم هلم يعني أقبل وجرا من الجر وهو ترك الإبل والغنم ترعى والمعنى سيروا وتثبتوا في سيركم يعني ايه امشوا كده متتابعين وانتصاب جرا على ثلاثة أوجه يعني جر جرا يبقى مصدر كأنه قال هلم
جر جرا والحال يعني تبقى جرا إعرابها مصدر أو إعرابها حال أو إعرابها تمييز فيها كم وجه؟ ثلاثة يا إما مصدر أو حال أو إيه؟ أو تمييز. هذا ما يتعلق بالقدم، وأما البقاء فشرع الآن يذكر فيه فقط. يبقى حنقف خلاص كده، البقاء ده درس جديد خلاص كده. والله تعالى أعلم. اللهم صل على أسعد مخلوقات.